كان هدف هيئة الإشراف على الانتخابات الرد على أسئلة الصحفيين، فأصبح مجابهة ورمي لوم التقاعس على القانون الذي قيد الهيئة وحصر مهماتها في مراقبة الحملات الإعلامية والإعلانية من غير محاسبة المرشحين السياسيين. أنتم تحملون هذه الهيئة أكثر مما تحمل حسب ما ورد في هذا القانون. وجهت بعض التنبيهات لبعض وسائل الإعلام، هل وجهت أي تنبيه لأي وزير تجاوز القانون؟ أعطي مثال، الرئيس سعد الحريري عم يتنقل من منطقة لمنطقة بالهليكوبتر، بعض عم بيقول عنكم لزوم ما لا يلزم. ببدأ بالشق الأخير، هذا شأنهم، نحن لا ننزل إلى الدرك ولا المستوى لنرد على أي سؤال. الصلاحية التي أعطت لنا بموجب القانون هي بالنسبة للإعلاميين ولا تشمل المرشحين من السياسيين. الهيئة تدون ما يقوم به المرشحون السياسيون، يمكنها أن تذكر ذلك في تقريرها النهائي، ويمكن أيضا إذا ما طلب المجلس الدستوري أن يطلع على ما هو بيد الهيئة من تجاوزات. حتى لو ما طلب ممكن أن يعني نعطيه. تتذرع الهيئة بعدم اطلاع الصحفيين على القانون، وغاب عن الهيئة عينها أن البند الرابع من المادة 19 ينص على مراقبة تقيد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام من غير استثناء السياسيين، وكذلك البند 11 من المادة نفسها ينص على إعطائها الحق في التحرك عفوا عند تثبتها من أي مخالفة وإجراء المقتضى بشأنها. ليش لك أن عمل هيئة الإشراف؟ هذا السؤال لا يوجه إلينا، وجهه إلى المسؤولين الذين أنشأوا هذه الهيئة. عدلوا القانون. سلطة على وسائل الإعلام فقط؟ نعم، مسألة استقالتنا تعود لنا حصراً. ترفض الهيئة الاستقالة لضمان إجراء الانتخابات لما تشكل من مصلحة وطنية عليا، مكتفية بتسجيل تجاوزات المرشحين السياسيين وتوثيقها من غير ملاحقتهم وتوجيه الإنذارات لهم. فأي انتخابات ستجرى وفق قانون يقيد مرشحين ويتغاضى عن آخرين؟ رواندا بوخزام، قناة الجديد.